شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان دورغا؟ لاكشمي انتو ليش متضايقين هيك؟ انتو لازم تنبسطوا كتير إذا يعني جودان حابة تتزوج من واحد عمره 70 سنة معناتها أنا بتوقع إنه في سبب من وراء هاد الشي بس الشي الأكيد إنه بيكون أغنى من إيجي لهيك أنا بشوف إنه أنترا طلع مع حق باللي قالته بخصوص جودان هي طماعة ولهذا السبب قررت إنها تتزوج من رجال تاني بس كرمال المصاري هذا العرس ما رح يصير ايجي هذا العرس ما رح يصير احسن شيء اكشات مين قالك إنه بحق لك تمنع العرس؟ فهمني كيف بتقدر تمنعني اتزوج من رجال تاني إذا أنت بدك تتزوج مرة تانية غيري؟ مو أنت يلي نهيت هذا الرابط يا أكشات؟ فليش عم تعمل هيك؟ شو قصدك؟ نحن متزوجين أنا زوجك وبحق لي امنعك أنت وأنترا رح تتزوجوا لسه تتزوجوا ومدري شو أنا مليت من المسخرة تبعك أنا قلت إني رح أتزوجها لأنترا بس ما عملت أي شيء بهذا الخصوص أنا لهي اللحظة بكون زوجك وإنت لسه بتكوني مرتي جودان ما رح أسمح لك بالمرة إنك تتركيني كرمال رجال تاني جودان لساتني عايش عم تفهمي؟ أستاذ إذا بتريد بعد عن خطيبتي أنا رح أتزوجها عن جد عم تحكي؟ أنت بدك تتزوجي؟ ليش جودان؟ شو قصدك؟ حتى لو كان خطيبي بيكبرني منيح بالعمر بس شي أكيد ما رح أسمح إنك تهينه قلتي هينه؟ أنا مو بس بدي هينه بدي قتله كمان أكشات شو عم تعمل؟ هي بتكون مرتي فهمت؟ أكشات تركه هو أكبر منك ليش لأحترم رجال ما بيعرف شو هي حدوده؟ تركني قدام بتكون مرتي أنا إذا بتسترجي تفكر تأخذها مني رح تشوف مني شي ما رح يعجبك عم تفهم علي؟ خلاص بعد أكشات اتركه فوراً شو هالمصيبة؟ إذا هي عبارة عن تمثيلية سخيفة احكي لي جودان بوعدك ما رح أحكي معك ولا كلمة وما رح أعصب كمان رح استوعب إنك عم تعملي هيك لأعرف حالي إني كنت غلطان لو سمحت قليلي إنه هذا كذب جودان كل شي حقيقي
أنت جنيتي؟ بدك تتزوجي هذا الرجال؟ إيه أنا جنيتي أكشات. أنت شو فرقت معك يعني؟ أنا أخذت قراري النهائي وخلصنا. رح أتزوج وشو ما كلفني هالشي. أنت شو مفكر؟ إنك رح تجبرني غير رأيي إذا بتعمل هيك تصرفات؟ لا. وهلأ ما بقى عندي أي شيء إلك يا. لو سمحت روح من هون. تعا أكشات، شفنا اللي بدنا نشوفه، لو سمحت تعا معي. أكشات يلا تعال. روح من هون أكشات. لا تخافي أبداً جدان، نحن هون كلياتنا محترمين قرارك، ماشي؟ تقدري تتزوجي وانتي مرتاحة، ما حدا رح يمنعك بوعدك. ليش لساتك هون؟ لو سمحت جهز حالك ولا تخاف، يلا روح. طيب ماشي. عفواً حكيم، طيب إذا بتريد جهز كل شيء بسرعة، أنا حطيت كل الأغراض بالمطبخ. ماشي. أنترا، أنت ما رح تقدري إنك تجبري جودان. أنا أخذت قراري دورجا، لهيك إذا بتريدي جهزي كل شيء. روحي هلأ وساعدي الحكيم بالتجهيزات. تعالي لكشمي. لحد هلأ صار شغلات كتير معنا، يعني لهيك يا ريت ما تعملي حركات، انت بتعرفي شو بقدر اعمل. بس هي مانا حركات أنترا، هذا اسمه حب. بس انا شو عملت؟ انت ما شفتي كيف قبل شوي حاول ايجي انه يوقف هذا العرس؟ انت حرضتي ضدي وضليتي تلفي وتدوري لتعملي سوء تفاهم بيناتنا لحتى تطلعي من القصه ببساطه، بس شو استفدتي؟ ولا شيء. بتعرفي؟ الحب على طول بينتصر على كل شيء، ولعلمك ايجي بحبني لحد هذا اليوم يا أنترا. لهيك لبقى تفكري فيني وفكري بالرجال يلي رح يصير زوجك، يعني حاولي انك تصلحي هالرابط طول ما انتي قدراني. لسا هذا العرس ما صار، وشوفي هذا ايجي خرب منصة العرس، وبلكي ايجي اجا وقفني قبل ما بلش بمراسم العرس. حطي ببالك إنه جودان ما بتخاف من شي، وأنا مستعدة أعمل أي شي كرمال سعادة عيلتي. ما في شي ممكن يمنعني، بس فهميني أنت كيف رح تمنعي أكشات يعمل اللي بده إياه؟ كيف رح تمنعي حبه لإلي يا أنترا؟ ما رح يسمح لي أتزوج لو شو ما صار. الحقيقة إنه الموضوع ما دخلوا فيني أبداً أنترا، وعم تعملي هالشي بس كرمال زوجك. عملي جهدك وامنعي إذا قدرتي، وأول ما تمنعي زوجك وتكسبي عيلته لصفك منبقى منحكي وقتها. تعرفي أنت بتتعاملي مع الحب على أنه شي غالي كتير وشغلة كبيرة، بس على فكرة أنت غلطانة. أنت ما بتعرفي أنه الحب ما إله أي قيمة مثل ما أنت مفكرة. لهيك ما لازم توثقي بمحبة أكشات جندال، وبلكي ما قدر أنه يحضر العرس تبعك. شو؟ بلكي ما قدر يمنعه. شو بيكون موقفك؟ آه؟ أنتي بس ضبطي حالك وجهزي أمورك، وأنا متأكدة إنك رح تتزوجي. مع إني تحديتها لأنترا، بس معقول أقدر كمل هذا العرس؟ انت كيف بدك تتزوجي جودان؟ كيف بتقدري تعملي هيك؟ اه لا، ما رح اسمح انه هذا العرس يصير، ما رح اسمح لك تتزوجيه، مستحيل. أوه.
أنا اللي عم أتعب كرمال العرس تبعها لقدان. بكل الأحوال بضمن إنه أكشات رح يفيق أول ما يخلص عرس قدان على الآخر. شوفي هي أنا وفيت بوعدي وأكشات ما رح يوقف هذا العرس أبداً. بس المهم قدان تكمل العرس تبعها. وأنا بحبك كمان. الحكيم طالبك لأنه صار وقت العرس. مع أني تحديت هالآنترا بس بلكي أيجي ما قدر أنه يجي بالوقت المناسب. أنا خايفة كتير. انتي ليش عم تعملي هيك؟ انتي بتقدري تلغي العرس اذا انتي لسه بدك. انا ما بعرف شو هو الشيء اللي جابرك انك تكوني عاجزه كل هالقد، يعني لحتى هيك ترضي بالخساره قدام انترا على حساب سعادتك. قولي دورجا. انا عملت كل شيء بقدر عليه. انزلي وهلا بجي. انتي مالك قداني اللي انا بعرفها. متفاجئه فيكي كثير. انتي ما فيكي تتركي ايجي وتتزوجي منك. ما سمعتي شو قلت؟ سبقيني لتحت. دورجا أنا بعرف، أنا بعرف منيح إنك حابة تساعديني، بس ما بقدر إني أقلك الحقيقة. ما رح أقدر أقلك إني ما بدي أتزوجه لهاريش. كيف بدي أتزوجه وأنا بنفس الوقت بحبه لأيجي وما بقدر أعيش حياتي بدونه؟ أنا مرته لأيجي ورح ضل مرته. أنا وأيجي رح نبقى عايشين مع بعض على طول، وما في أي شيء بالدنيا رح يقدر يفرقنا عن بعض بالمرة. هذا العرس ما رح يصير، ما رح أسمح إنه يصير. حبنا هو كرامتنا إيجي، بس كتير حابة أعرف إذا أنت لهلأ لساتك بتحبني مثل قبل. لهيك خططت لهالعرس المزيف، طبعت كروت العرس، وكمان مثلت أني ضعيفة لحتى شوف ردة فعلك. بس إيجي أنت أثبتت أنه لساتك بتحبني لحد هاي اللحظة، مع أنك حالياً أنت بعيد عني، بس لهلأ قريبة من قلبك مثل قبل. أنا بعرف قلبك كتير منيح وعندي ثقة إنه هو ما بدق لحدا غيري. تعرف شغلة يا إيجي؟ أنا عملت هذا الشي كرمال إنك تقدر تفكر منيح وبعدين تظهر لك الحقيقة كلها مثل ما هي وتشوف بعينك. ومن بعد ما تعرف حقيقة أنترا بدي منك تفكر منيح وتحكم عليها كشخص غريب ومو بصفتها إنه تكون مرتك الأولانية. رح دقله ليش مانو عم يرد علي؟ يلا رد علي إيجي. قدان ليش ما جهزتي حالك؟ تعرفي إنه عريسك ناطرك وأنتي هلأ مشغولة عم تعملي اتصالات؟ لمين عم تحاولي تدقي؟ يلا قولي لمين؟ لأكشات؟
أكشات ما رح يجي لهون بالمرة لأني قبل شوي حكيت معه، هو محترم قرارك هاد. وإذا أنت حابة إني أترك عيلتك بشكل نهائي وبعد عن طريقك كمان، فلازم تحترمي الاتفاق اللي بيناتنا. ولو سمحتي لا تتزاكي، يلا روحي تزوجي وانهي هاي القصة. أنترا، أنت لساتك مفكرة إنه إيجي رح يخليني أتزوج من هداك الرجال؟ بعرف إنك مانك بسيطة كتير مثل ما بتمثلي. تعرفي شو؟ كل سوء التفاهم يلي أنت عملتيه بيناتنا وكل هالخطط يلي عملتيها لتفرقيني عن إيجي رح تروح على الفاضي. بقدر قلك وبكل ثقة إنه أكشات جيندال ما رح يخلي العرس يصير. أول شي أنا ماني بنت بسيطة بالمرة جدان، بقصد أنت البنت اللي كتير بسيطة مو أنا. لا تعملي لي محاضرة عن الحب وتضايقي لي خلقي. بالعكس، لازم تفكري كتير منيح كيف بدك ترضي زوجك وتخليه مبسوط طول الوقت معك، ماشي؟ أما بالنسبة لحب الأكشات تجاهك رح يختفي من أول ما تتزوجي من اللي اسمه هاريش. يلا بسرعة، ماشي؟ ناطرينك. أنا دفعت مصاري كتير على هذا العرس، إذا بدك تغلط أي غلطة رح تشوف مني شي ما يعجبك. وكمان إذا العروس بتحاول إنها تهرب من العرس امسكها واجبرها تبقى، ما بقى فارقة معي، بس ما بدي يصير أي شي غلط وإلا رح أقتلك فوراً. كلامي واضح، فهمت؟ لا مو معقول، أول ما أنا جهزته للعريس دخلت العروس على الصالة بوقتها. عن جد حلو كتير وتوقيت مثالي، صح؟ حماتي لا تعملي هيك، لا تقبلي تتزوجي حماتي، لسه معك وقت. أنا عملت كل اللي بقدر عليه لاكشمي، ما في حدا غير إيجي بيقدر يوقف العرس. ما لازم الواحد يفقد الأمل جداً، بس اليوم رح أنهي هذا الرابط بينك أنت وأكشات، وبدي حطم لك كل آمالك بشكل نهائي. أكشات جيندال ما رح يقدر يمنع هذا العرس، وحتى لو كان بده يمنعه أنا حبسته للمسكين، وانتي أكيد هلأ رح تتزوجي من هالختيار. تفضل اقعد. لكي حماتي لا تعملي هيك، إذا ما بدك تفكري فينا على القليلة فكري بإيجي، إذا بتريدي جودان. ليك حكيم، يلا العروس والعريس صاروا جاهزين، شو ناطر؟ خلينا نبلش العرس لو سمحت. أكيد. تفضل خد الورد. شكرا. بتمنى لكم حياة سعيدة. ماني مصدقة. بتمنى إيجي يجي بسرعة لهون. ما حدا غيره رح يخلي حماتي تغير رأيها. يلا لو سمحتوا، وقفوا كرمال المراسم. لاكشمي، أنا صار لازم أعمل شي هلأ. وقفوا هالعرس بسرعة، يلا وقفوا. لكي جودان، إذا أنت ما فيك تغيري رأيك أنا هلأ اللي رح أخذ القرار بما أني بكون كنت هاي العائلة.
هذا العرس ما رح يصير، يلا قومي بسرعة. لكي حماتي، مو انتي اللي علمتيني انه الواحد ما لازم يرضى بالخسارة؟ فإذا انتي ما بتعرفي تنفذي الحكي اللي دائما انتي بتقولي، فأنا مستحيل انه اسمح لك تاخدي هيك خطوة. انتي اخدتي القرار الغلط، وانا دورجا جيندال مستحيل اني اقبل واقف مع الغلط. انتي شو عم تعملي؟ هذا العرس لجودان، وما حدا غير جودان بيقدر ياخذ هذا القرار، فليش عم تدخلي حالك كنتي؟ اوعك بقى تنادي لي كنتي وما تحترمي هذا الرابط. مستحيل اقبل انك تكوني حماتي يا انترا. انا ما رح اسمح لهذا العرس انه يصير، طالما انا موجوده بهذا البيت ما رح اسمح له انه يصير، مفهوم؟ دورجا انتي شو عم تعملي؟ ليش عم توقفي ضدنا كرمال هالبنت الغريبه يلي اسمها جودان؟ حماتي معنا غريبه سارو، هي بتكون حماتنا. حماتي عملت شغلات كتير كرمالنا. ايه بس وبهالطريقة بتردي لها معروفة؟ لاكشمي شو اللي صاير لك؟ هلأ هي حماتك؟ هي حياتها إلها، انت ليش عندك مشكلة انه هي حابه تتزوجه؟ نحن بنعرف انه حماتي ما عم تتزوج هذا الرجال بإرادتها، بس انا زعلانة لأنك ما عم تساعديها مع انك بتعرف. خلاص انتو حكيتوا كتير وانا مليت من هي السخافة، وهلأ ما بقى بدي حدا يحكي ولا كلمة. دورجا انتي كان عندك الفرصة انك تمنعي انترا، بس انتي ساعدتيها بالوقت اللي كان لازم تستغلي هالموقف، وهلأ صرتي عم تمدحي فيني. بس انتي وقتها خنتيني ووقفتي بصفة لانترا، لهيك حاجة تمثيل وكذب، لأني ما بقى رح أوثق فيكي، لهيك حاجة تعذبي حالك لأنه الانكسر ما بقى يتصلح. وهلأ يا ريت إنك تسمعيني كتير منيح، أنتي بتعرفي إني مجبورة أتزوج من هذا الرجال، وما حدا غير إيجي بيقدر يمنعني عن هالشي، بس مانو هون. لهيك يا ريت إنك لبقى تضيعي وقتي ووقتك وخليني أتزوج. يلا حكيم بلش المراسم. ماشي. الشخص يلي حاول انه يمنع هذا العرس يصير هو اللي رح يعمل المراسم هلا. تفضلوا. يلا. دورجا حاولت إن توقف العرس بس على الفاضي، ما حدا رح يقدر يوقف هذا العرس. كل ما استمروا بهي المراسم أكتر، كل ما بعدوا أكشاد جيندال وجودان اثنيناتهم عن بعض أكتر. أول ما يكمل العرس لازم فوراً جودان رح تطلع من حياة أكشات بشكل نهائي. يلا تفضلوا لشوف، وقفوا كرمال المراسم. بتمنى لكم زواج سعيد وحياة سعيدة. ألف مبروك. بتمنى تكونوا سعيدين بزواجكم. شو اتفقنا؟ يلا. ألف مبروك الزواج.
وهيك بتكون المراسم خلصت. يعني اليوم انتو ارتبطتوا ببعض برابط الزواج، ومن هاللحظة هاي انتو اتنين مرتبطين بشكل رسمي، وما في قوة بهالدنيا كلها تقدر انه تفرقكن عن بعض. انت غلطتي وقت اللي تزوجتي هذا الرجال. هيك انا وفيت بوعدي انترا، وهلا صار دورك. اكيد جدان، الاتفاق اتفاق صح؟ سارو، انا وقعت كل الاوراق وهالشي اكيد رح يفيدك، وانا بعرف اني رح صير مرة غنية كتير وانتي رح تكوني بصفي صح؟ مو هيك؟ وهلا بدي منك تروحي وتستنيني بالسيارة، ورح خليك تصيري واحدة غنية كتير. بس تفضل حكيم. شكراً. العفو. أنتي وفيتي بوعدك جدان، لهيك أنا كمان بالمقابل لازم أوفي بوعدي. وقت قبلتي بالاتفاق أنتي أنقذتي عيلتك من خطتي الخبيثة، قدرتي ببساطة تنقذي عيلتك، ممتاز. بس أنتي هيك خسرتي زوجك جدان، كنتي شايفة حالك بالحب اللي بينك وبينه لأكشات، بس كرهي دمر لك عزة نفسك، كل شي تدمر وصار اللي بدي اياه أنا. تفضلي، وهي وقعت. ماني قدرانة ما أضحك جدان، أنتي تزوجتي هالختيار بس كرمال تنقذي الشخص اللي ما بيوثق فيكي، ومن جهة تانية هالعيلة ضلت عم تصدق الكذب تبعي. هنن وثقوا فيكي، وأنا بذكائي عرفت كيف أقلب كل الأمور ضدك، ومن وقتها بلش التمثيل، وكذبت إني هداك اليوم كنت معك شات، وصرت أقول بعدين شي إني كنت حامل وشي إنه نزل الولد، وكل مرة يصدقوني فيها. الصراحة أكشات جندال عن جد هو قليل فهم، بعتذر على هالحكي. كل يلي لازم تعمليه هلا نزلي كم دمعة قدامه وبكفي ليوجعوا قلبه. الصراحة هو بجوز يبين عليه كتير قوي، بس هو قلبه مانو قوي بالمرة. أكشات ما بيتحمل يشوف حدا زعلان، أنتي بتتذكري أكشات وأمه كيف صاروا يبكوا من قلبهم وقت يلي عرفوا إنه وريث هاي العيلة مات؟ وأكبر دليل على قلة فهمه هو أنتي، دليل واضح بقصد يعني سيد أكشات جندال، هو حب بنت قليلة فهمه تافهة كتير مثلك، وكمان طول الوقت بتعمل مشاكل. أنا بعرف منيح شو هن نواياكي أنترا، بس يا ريت إيجي قدر إنه يشوف هالناحية فيكي. بس هالشي مستحيل، مستحيل أكشات يعرف شو هي حقيقتي. فكري فيها، معقول إنه أكشات يقدر يعرف إنه هي المرة اللطيفة هي مجرمة؟ أنا بكل بساطة قتلته لأخي صراحة. يعني أكشات مو هو البطيء، بس أنا اللي سابقة الكل، ومو بس هيك ذكية كمان. بالمناسبة مع إنه أنتي بتعرفي منيح شو حقيقتي، بس ما قدرتي تكشفيني. أنا يلي غلبتك يا جدان، وصار الوقت إني كرهك حياتك، رح ورجيكي قيمتك. كنتي مفكرة إني رح روح من هذا البيت بسرعة أول ما أحصل على الأملاك؟ لا، بتكوني غلطانة. أنترا، أنت وعدتيني. جدان، هي الوعود أكيد موجودة، موجودة كرمال نخلف فيها بالوقت المناسب. صراحة فكرت فيها، وبوقتها أنا فكرت إنه لازم يصير معنا شي جديد، وهلأ القصة تغيرت. من يوم يومي كان بدي ثروة وأملاك وناس يخدموني، ولا مرة كنت أنا مهتمة بأكشات أو بعيلته المملة، وكمان
كنت عم فكر إنك رح تروحي مع زوجك أول ما تتزوجي، ويعني هذا البيت أكيد رح يصير فاضي ولازم شي حدا يعبي هالفراغ، فقلت لحالي هيك لازم أعمل. بصراحة أنا بكون أحسن شخص لهي الشغلة. وبتعرفي شو أحلى شي كمان؟ رح تغاري وقت أنا وأكشات نكون قاعدين مع بعضنا، وقتها كمان رح تلومي حالك لأنك لعبتي مع الشخص الغلط اللي هو أنا. وقتها أنتي رح تتعاقبي عن جد بالمعنى الحقيقي يا قدام. كيف بتقدري تعملي فيني هيك؟ أنترا مو أنتي وعدتيني إنك رح تبعدي عن عيلتي إذا أنا بقبل أتزوجوا لهذا الرجال؟ أنا بعمل يلي بدي إياه. وبكل الأحوال أنتي هلأ ما عندك أي خيار تاني، لأنه عريسك هو الوحيد اللي بتقدري تعتمدي عليه. أستاذ أنت متميز، بهنيك على العرس، ما راحت المصاري اللي دفعت لك ياهن على الفاضي، أنا مبسوطة كتير. مين كان مفكر إنه أنت اللي رح تنهي قصة حبهم لأكشات وقدان هيك فجأة وبهالبساطة هي؟ تقدر إنك تروح مع عروستك الحلوة اللطيفة وتنبسطوا بحياتكم سوا. هلأ هي صارت مرتك إلك، بس بدي منك شغلة. اللي بدي إياه أنا ما تخليها تعيش مرتاحة. أنتِ ما فيكي تخلفي بوعدك. أنترا 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 عملت كل شيء. أجي أنت؟ هذا بيعني حماتي ما تزوجت، هداك اللي عمره 70 سنة وأنت اللي كنت؟ إيه. لكي درجة أجي. يا عيني يا أنترا، كتير حلو اللي عملتي. ما بقدر أعطيكي حقك لو شو ما حكيت، لأنك غلبتي هالمشكلجية وتخلصتي منها، وهيك رح تصير حياتنا كلها سعادة بعد ما تطلع من هالبيت. أنت خدمتينا خدمة كبيرة كتير، بتشكرك من قلبي، وهيك بتكوني غلبتيها لجودان وورجيتيها شو هي قيمتها الحقيقية. أنا لسه ما عملت شي ولسه ما غلبتها مثل ما بدي كمان. تعرفي شو؟ مو بس انتي اللي رح تمدحيني سارو، كل العيله رح تمدحني، لانه بذكائي انا رح رجع لهم هي الثروه. وقتها ما حدا منهم رح يقدر يشوف وشها لهي البنت السخيفه اللي اسمها قدان. ومتاكده انهم رح يتضايقوا كثير وقت يعرفوا انها تزوجت هذا الختيار، وخاصه وقت يعرفوا انها تزوجته كرمال المصاري، شايفه الطمع؟ طيب بس عن جد شكرا كثير الك. انا ما بعتقد كنت رح اعمل هالشي بدونك، لهيك هلأ أنتي صرتي إيدي اليمين، وإذا بتضلي عم تساعديني بهالطريقة رح تكوني مبسوطة كتير. هلأ المهم خلينا نشوف سوا إذا زوجها السابق صحي. تعالي أنت استني. نعم الليلي، ليش مستعجلة؟ أنتي ليش عم تنزعي هاي الفرحة تبعنا؟ حققنا نجاح كتير كبير، عملنا الشي اللي بدنا إياه، وأخذنا مصاري كتير كمان، وصار معنا ثروة كبيرة. لهيك خلينا نروح ونحتفل وننبسط بهالمناسبة. صاروا معها حق، أنا لازم احتفل قبل ما أكشات جيندال هلأ يرجع يفيق ويزعل على عرس قدان. ببقى بشوف شغلي معه بعدين. معك حق صراحة، نحن لازم نحتفل وما نضيع هيك مناسبة صح؟ أنترا رح نحتفل بطريقة فخمة، بالنهاية معنا مصاري كتير. وبتقدري تزيني البيت بالمصاري، ما في مشكلة. تعي. كيف صار هيك؟ هي كانت خطط جدان. أه
أنترا ضربته لإيجي على راسه وخلته يفقد وعيه وحطته بالسيارة. ما كان بده اياه يوصل على العرس. كنت عم دق له كثير لإيجي بس هو ما كان عم بيرد علي. وقت اللي دورجا وصلت لهنيك إيجي؟ إيجي؟ شو ساوي؟ إيجي؟ إيجي قوم! إيجي رد علي! ألو؟ دورجا، ليش موبايله لإيجي معك أنتِ؟ قولي لي وينه هو؟ حماتي اسمعيني، هاد إيجي غايب عن الوعي بالسيارة بموقف السيارات. أنا ما بعرف كيف. ليكي دورجا، أنتِ مو كنتي حابة إنك تصلحي كل أغلاطك؟ أكيد هلا إجتك الفرصة، بدي إياكي تأسبتي إنك معي. خلي إيجي يفيق بسرعة وقولي له كل الحقيقة دورجا. أنتِ لازم تساعديني يا دورجا. ورح اجي لعندك. انترا انا بورجيكي. اجي اجي يلا فينا. على مهلك. انت منيح؟ اجي شو اللي جابك لهون؟ شبك؟ أنا في حدا ضربني على راسي وغبت عن الوعي، ما بعرف مين ضربني. أنترا هي اللي ضربتك على راسك يا سيد أكشات. إساتك عم تتهمي أنترا؟ أنت رح تتزوجي من رجال تاني وعم تحكي عن أنترا بهالطريقة؟ بعرف ما رح تصدق أبداً وقت بقلك مين الصح ومين الغلط يا إيجي. بس إذا بتريد هلأ اسمعني شو عم حاول أقول. عمل مثل ما عم بقلك، على القليلة كرمال الوقت اللي قضيناه مع بعض. لهيك إذا بتريد بدي منك تعمل مثل ما بقلك. وحتى لو قررت إنك ما تصدق يلي بدي أقوله، بوعدك إنك ما بقى رح تشوف وشي مرة تانية وما عاد أحكي شي. وبعدين حسب الخطة تبع قدام، دورجا تقاتلت مع أنترا وعملت حالها عم توقف العرس كرمال أنترا ما تنتبه إني عم آخذ مكان العريس. ونجحت الخطة. عملت كل هي الخطة بس كرمال إني أكشف حقيقة أنترا قدام إيجي. كان بدي أنترا توثق فيني من بعد ما وافق على هذا الزواج. وثقت إيجي كمان. وما كان في غير طريقة واحدة كرمال إني أكشف لإيجي الحقيقة مثل ما هي. عملت كل يلي بقدر عليه بس ما كان عندي حل. كان كتير ضروري إني خلي أنترا تكشف حقيقتها الخبيثة. وهلأ انكشفت الحقيقة. إيجي أنترا كانت غلطانة كل هي المدة، وكمان أنا غلطت وقت اللي كنت عم ساعدها من قبل وكنت واقفة جنبها. اللي صار بعدين إنه حماتي فهمتني ودلتني على الطريق الصحيح، واليوم كمان حماتي جدان دلتك إلك أنت على الطريق الصح كمان. لسه مصر إنه بدك تترك جدان وتوقف جنبها لأنترا؟ جدان تعذبت كرمال إنها تنقذ هي العائلة، ولو أي حدا كان محلها لجدان متأكدة كان رح يستسلم من زمان.
ما بعرف إذا رح تسامحيني على أغلاطي اللي ارتكبتها. ما بعرف إذا رح تسامحيني على الشيء اللي أنا عملته معك. وقت أفكر باللي عملته بخجل من حالي. أنا دائما متسرع بقراراتي. على فكرة هاي المرة الثانية يلي أنا بنحني بهذا الشكل قدامك يا جدان. أول مرة كانت وقت طلبتك للزواج، وهلأ وأنا عم بطلب السماح منك. ما رح أقدر إني برر أغلاطي أبداً. كل يلي بقدر أقوله بغض النظر عن كل يلي عملته لحد اليوم ما بيعني أبداً إني بطلت حبك وما فكر فيكي يا جدان. كنت متضايق منك بس ما قدرت إني أكرهك بالمرة. ما بعرف إذا كنتي رح تسامحيني أو لا، بس أنا حابب أقول لك شغلة واحدة. أنا لساتني بحبك مثل قبل يا جدان، ورح ضل حبك طول ما في بقلبي نبض. أنا آسف، سامحيني. وأنا هلأ سامحتك إيجي. على فكرة كل الناس بيغلطوا إيجي، وقت الواحد بيعرف غلطه بيكون وقتها تعلم درس كبير. أنت غلطت وتعلمت من غلطك. أنت تعلمت درس كبير وقت اللي وقعت بفخة لأنترا يا إيجي، بس لا تحمل حالك المسؤولية. شكراً، شكراً جداً، شكراً كتير. ما عندك فكرة قديش هلأ أنا ارتحت كتير من جوات قلبي. بدي أوعدك بشغلة، بوعدك إني ما عاد رح أغلط مرة تانية أبداً، ورح ضل معك على طول. ما رح أسمح لأي غلط أو أي شخص إنه يفرق بيناتنا. مستحيل إني أسمح بهالشي مرة تانية. بهي الحالة أنا كمان بدي أعتذر منك يا إيجي، مع أني سامحتك على كل أغلاطك، بس ما قبلت إنك ترجع على حياتي مرة تانية. كتير ممكن إنه الواحد ينسى الأغلاط اللي عملها، بس شو مشان الثقة يلي تدمرت بين اتنين متزوجين؟ أكيد بتعرف هالثقة قديش أخدت معي وقت كرمال إني أقدر أبنيها يا إيجي. كنت مقتنعة من كل قلبي إنه مستحيل حدا يقدر يوقف بيناتنا ويشكك بهي الثقة. لهيك يلا قلي، من بعد ما انكسرت الثقة كيف بدي أقدر بسهولة أسمح لك إنك ترجع على حياتي؟ شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير.